صور جميلة لمواقع طبيعية جذابة نقلتها عدسة المصور الصادق قديم لعرضها هنا في بهو الزيبان بمبادرة من جمعية موزايك. هذا المعرض ترويج للسياحة واخترنا هذا العنوان باش السائح كيجي يسأل على المكان اللي في الصور. بعد بالكم بديت بسكرة فيها حركة سياحية كبيرة، من خلال الصورة يتنقلوا إلى الأماكن الحقيقية. مناظر التقطها قديم من مختلف جهات الوطن، من الشرق ومن الجنوب الكبير ومن منطقة الزيبان، كهاون يعشق التصوير. أولا قبل كل شيء الإنسان لازم يحب الصورة من داخل قلبه بعد باش ينجم يعبر، والصورة هذه هي العين المجردة، هي اللي تكشف المكان، والآلة ما هي إلا وسيلة فقط. نقل الصورة بشكل جيد يقتضي استعمال الآلة المناسبة، يقول قديم. شي ناس يستعملوا الهاتف النقال باش ياخذوا به صور، ورغم الهاتف يبقى هاتف، ما هيش صورة حقيقية اللي فربما راهم يسيئوا للصورة. الهاتف يبقى هاتف، يعني الصورة تاعو ما هيش كما لاباراي فوتو، يعني هي لو ماتريال. لعدة أيام تبقى هذه الصور ماثلة أمام أعين كل من يلج بهو الزيبان ليتخيل جمال الموقع الأصلي من خلال الصورة.